مين اللي قاعد يحرجك؟ هم ثلاث اشخاص. انت قاعد تكلمين اليوم كلام مبهم. ما ابي ارد على هالسؤال. طيب انت اليوم قلتي كلمه مستهدفه ولا ما قلتيها بعد؟ هذا المذيع خطير. انا بالتقدير. انت زعلانه؟ لا انا مو زعلانه. شو مو زعلانه؟ وحده كيفه نسبه كبيره من اعمالك كلها برا. الوسط في الديره ما قدم. انت تحبين؟ احرجتني الصراحه. شو اللي تقصدين له او شو اللي تلمحين له انه مو تجين غير كويتيين؟ لانه ما يعرفهم يلعبون تحت الطاوله. شكريا صالح مهدي.